أحب أشكركم على عنوتكم وتغطياتكم حق فعالياتنا هذه. إحنا اليوم الله يطول عمرك في المارينا ماركت 14 ونحتفل بأعياد الوطنية حق دولة الكويت. ولا شك أن أعياد الكويت وأعياد البحرين هي واحدة في الأول والآخر. عرفت هذه محبة موجودة من عمر الدنيا. ربنا يحفظ الشيخ صباح وجلالة الملك. ونحب نشيد بالإخوان صراحة بالتسهيلات اللي صارت لنا في إنشاء هذا المشروع داخل المملكة. وبإذن الرحمن راح يكون من أكبر المشاريع العقارية في مملكة البحرين.